طيب الآن حندخل في يعني ما زلنا في الهدف، طبعا اليوم كله عن محور رقم واحد اللي هو الهدف. حنتكلم في الحرية، ايش المجالات اللي نقصدها في الحرية؟ انا ارجو انك انت ماسك ورقة وقلم او ماسك تلفونك وقاعد تسجل ملاحظات، لان بالاخير حناخد تمرين، فحنبدأ ندخل في برنامج عملي. اوكي، هذا احنا مسمينه مخطط ايه. اوكي، واحنا نتكلم عن مخطط باء. حرية معناها اولا حرية التنقل. اوكي، حرية التنقل يعني حرية السفر، ان نقدر نسافر ونروح. هذه ارض الله واسعة، ترى هذه ما هي بارض احد ولا بارض حزب ولا هي بارض قبيلة ولا هي بارض دولة ولا مواطنين ولا كذا. اوكي، احنا احترمنا الاعراف اللي موجودة بين كل دولة ودولة، واحترفنا شو وجود تنظيم وحدود. اوكي، بس ترى يعني ما نمسخها، لا، بالنهاية يجب ان يبقى السفر متاح. وفي العمق في العمق حقيقة ما تستطيع دولة تمنع الناس ان يسافرون لها، مو من حقها. اوكي، تضمن مواطنيها، توفر لهم. هي الفكرة انك تتوفر لمواطنينك خدمات، مش انك انت تمتلك هذه الارض وتعزلها تماما عن كل العالم. فاذا لابد ان تكون في حرية السفر. احنا هنتكلم عن المفاهيم المثالية العامة الكبيرة، بعدين نشوف كيف نطبق اللي نقدر عليه. صح، اول شيء نشرح المفهوم المثالي، المفهوم العام اللي نريد ان نرسمه في عالمنا، ونجتهد في الوصول له. وصلنا الى نصه الى ربعه ماشي، بس هو يجب ان ترسمه صح. فحريه السفر، نكون عندنا حريه في السفر. ومثل اليوم اذا انت ما قاعد تسافر، انت مقلص في حرياتك. طب ليش انت ما قاعد تسافر؟ والله منعوني. لان طب ليش منعوك يا اخي؟ يعني عارف شلون؟ كنت لازم تسال هذه الاسئله العميقه وتتوقف عن كونك الضحيه. لازم نسال السؤال الصح. مثل امس انا لما تكلمت كذا، طيب انا، طب انا اللي ما عنده فلوس شو يسوي؟ طب ليش ما عندك فلوس يا اخي؟ عارف شلون؟ طب اللي ما يقدر يسافر، طب ليش ما تقدر تسافر؟ طب هم مانع، طب هم ليش مانعينك انت؟ لانهم شرطوا. طب ليش شرطوا عليك؟ لازم تفهم العمق، ان هذا قاعد يحصل انعكاس. اذا بدأت تسأل هذا السؤال العميق، تبدأ تجد له حلول. اوكي، فهمت. اوكي، الحين السؤال اللي بعده، طب شو اللي ممكن انا اسويه حتى ما يصير لي اللي صار لي هذا في الماضي؟ خلاص، انا مثلا شخصيا وقعت في الديون مرة، خلاص بس ما يصير اقعد انا طول حياتي اقع في الديون. عيب عيب، هي مرة واحدة معذور، مرتين لا يا اخوك، 3 مرات لا، غباء. هذا مو شو اسمك، انت متقصد تبي تكون مديون، صح؟ طيب في المرة وقعت مثلا في ظلم مرة، طيب ما شو تسوي بعد؟ كل واحدة مرتين. انا في التجارة غشيت مرة، غشيت مرة ثانية نفس الشيء، لا، ثالث مرة لا لا، غباء هذا. اليوم انا مثلا معقد صفقات، اعرف اني غشيت مرة، اخذت ارض معينه وواحد ما يشقص علي وقال لي كذا، خلاص خذيت درس، خلاص لا يتكرر الموضوع هذا كذا. فانت ممكن تخطئ مره يا عمي، ممكن تخطئ مرتين يلا، بس ما يصير تخطئ 3 مرات في نفس الخطا، ما يصير. ما يصير تبقى على نفس الشيء كثير وهو بالنسبه لك مسبب. هذه مساله عميقه، لازم اسال السؤال الصح واحط المخطط الصح. أيضا حرية التنقل تعني حرية التنقل في المواصلات. فإحنا كنا جينا إلى فترة صار المواصلات محصورة بس بالجو. طب ليش يا إحنا بنسافر بالبر؟ الواحد يأخذ السيارة ويلف. كل دولة عندها مشكلة مع هالدولة، عندها الحدود هذه، عندها مشكلة مع هالحدود. خربطوا الدول، يعني خربطوا الدول كذا. صار اول واحد وانا صغير ابوي خذانا في رحله من الكويت الى تشيكوسلوفاكيا، ذاك الوقت كان اسمها تشيكوسلوفاكيا. مرينا من الكويت على العراق واحنا رايحين، وعلى السعوديه واحنا جايين، يعني حتى نوع بالروحه والجايه كذا. ودخلنا على العراق، ومن العراق على سوريا، ومن سوريا على تركيا، ومن تركيا عبرنا الى اسطنبول، ومن اسطنبول عبرنا على بلغاريا، ومن بلغاريا عبرنا ورحنا البوسنه اللي هي ذاك الوقت اسمها يوغوسلافيا وكذا. ورحنا، لا، هذه كلها بسيارة.
كانت الامور اليوم انت قادر تطلع الكويت على السعوديه، انت قادر تطلع الكويت على العراق، يعني العراق مو قادر يروح سوريا. هذه حريه التنقل في البر. ما يصير احنا بننشئ عالم غير هالعالم اللي اتعبوه هذول الحكومات والحكام والانظمه اتلفوا الشعوب مو قادره تتنقل بالبر. نبي نتنقل في البحر، اخي انا احب التنقل في البحر. احنا هون انا بناخذ لنا مراكب وكذا ونسرح في البحر ونروح للمدن ونوصل المراسي وكذا. فاذا تكون عندنا حريه التنقل جوا بحرا برا، حر حر تليبورتينج في المستقبل، تنقل عبر الزمن، هاي كلها جاية. ولما يكون عندنا الحرية في هاي المسألة، احنا شوف نصنع المسار الصح، نبي نربط ونرتبط بالمسار الصح، كم نحقق منه هذا وجهدنا عاد. بس المهم ان هذا اللي لما نتكلم عن كل هالخيارات. مسألة أخيرة في حرية التنقل، حرية التنقل في البيت. انا ممكن اسكن في البيت هذا وممكن اروح اسكن مثل واحد مثل شخصيتي انا مع البيت عندي بالنسبه لي، بس ترى 10 سنين يعني كافي. اوكي خلاص عدك هذا. اوكي ممكن تسكن، في ناس يقول انا بسكن هذا بيت العمر بسكن فيه كل حاجه، كيف كنت حر، ما حد يعتب عليك. انا احب اسكن في البيت 3 4 5 سنوات، انتقل لبيت ثاني 4 5 سنوات، احب كذا. وكل ما لا يرتقي المستوى وترتقي المنطقة وترتقي المكان. لما أمس أدق على الكويت وأكلم لها أقول لهم يعني كذا، إحنا أقول له شلون الجو؟ قال والله شوي بريدات وإحنا شوي حريرات. وين حريرات؟ أنتوا عايشين مساكين بنار مو حريرات، عايشين تقريبا. أنا مساعد جاني شعور أقول كل اللي موجودين بالكويت يمكن الخليج كذا، المفروض أنهم كلهم ظلمتهم ومظلومين يدشون الجنة على اللي صاير لهم الجو اللي قاعد يعانون منه يعني. وانا اتمشى هنا في كذا على البحر نسناس الجو، الناس عايشين والجبال والبحيرة يا سلام، الناس عايشين جنة دول. فانت بيكون عندك خيار حرية البيت وين تسكن، مت ملزوم. فيكون البيت بخيارك وتتنقل، تقعد سنتين، تقعد 4 سنوات، تقعد 5 سنوات، تقعد 10 سنوات، تقعد العمر كله كيفك. بس حرية التنقل تعني حرية السفر، حرية المواصلات، حرية البيت. طيب ناخذ ما أيضا مفهوم ثاني في قضية الحرية وهو حرية الإقامة. أنت حر في الإقامة في هذه البلد أو في هذه البلد أو في تلك البلد أو في غيرها. يجب أن يكون عندك هذا الخيار، أنت حر. أنت بتحدد أنك بتكون في بلد فيها طبيعة أو فيها أنهار أو فيها أشجار أو فيها صحراء أو هي حارة أو هي باردة أو هي مثلجة انت حر في هذا الخيار. المفروض ان يكون عندك هل النفسية والنية ان تكون لديك الحرية في الاقامة في اي بلد تريد، وانت ما انت ملزوم. البلد هو بلدي يعني، والوطني انا، وطني هنا مثل ما يقول احمد مطر، وطني انا، وطني هنا، وطني قيمي، ذكرياتي، ناسي. سنة وين ما اكون انا، وين ما تكون ذكرياتي، وين ما تكون ناسي، انشئ وطني، وطني الارض كلها. فأنا قر لبلدي لكني من ملزوم أعيش فيها طول الحياة وكذا. أنت طب شخص حاب هو حر كذلك. فموضوع الإقامة موضوع إقامة البلد كيفك، وتنشئ أي جنسية. اللي ما يبي يعطيك جنسية تحطها ورا ظهرك وتمشي. واللي اللي الآن عشرات مئات الدول، مو مئات بس عشرات الدول الآن تعطي جناسي وتمنح إقامات وكذا، بس لها الطريقة الصح. فإذا حرية الإقامة يعني حرية البلد، حرية المدينة، ممكن تكون نفس البلد بس بمدينة مختلفة. المدن كثيرة، حرية المكان، مكاني كيف أنا أنشئ إقامتي هذه كذا، كيف تكون أنا حر في اختيار المكان الذي أريد. أوكي محور آخر في الحرية كذلك حرية العمل. تكلمنا عن حرية التنقل وتكلمنا عن حرية الإقامة، حرية العمل. حرية العمل اللي هو كلنا نريد أن يكون لنا عمل، غالبيتنا يعني، إلا تكون مثلا وحدة ومتوفر لها زوج قابل أنه ينفق عليها، وأنك خلاص اتس أوكي. بصراحة أنا لو زوجة وعندي زوج وبيبي ينفق علي أنا وسهلا بصراحة يعني ما أقول لا يعني. أو العكس،
والله إذا هذا مقبول في عرف مجتمع معين وكذا، وهي تقول له والله أنا أتكفل فيك وما لا تشيل هم وكذا، وهو خلاص أوكي وأنا أقوم في الدور الفلاني ولا كذا ماشي. لكن غالبنا مش كذا، غالبنا اليوم حتى الطرفين قاعدين يعملون. فخيار العمل، خيار إني أنا أكون بلا عمل، أول شيء ممكن أقعد بلا عمل، بس طبعا مش مدة طويلة، مش مدة طويلة حتفقد القيمة الإنسانية عميقة هيك. إنه يكون العمل عندي أونلاين، إنه يكون عندي العمل تجارة، إني أفتح شيء أتاجر فيه أو أسويه وأنا أحبه، إني أمسك شيء لأحد آخر بس أنا أحبه، إني أشتغل في تجارة أو في عمل يعني أهلي أو خاص، ولكن في عمل أحبه حتى لو كان لآخرين، إني أعمل في عمل خيري حتى لو موفر لي بس وسائل العيش، إني أعمل في مسألة مهنية، عندي مهنة معينة وأنا أمارسها من خلال كذا وأكسب. أنت حر، هذه حرية العمل، يعني حرية ايش الخيارات فيها، ماني ملزم. شفت الناس لما قالك بس والله احنا اذا ما طعمنا يطلعوننا من العمل طب ليش يا اخي؟ طب انت ليش كذا؟ ليش كذا انت عالة على نفسك لدرجة انه ممكن شخص يهددك في عملك اذا انت ما سويت للي هو يبي؟ واو، يعني ايش هذا الذل؟ ما لازم، لا نصر، هذا ما هو مسار حرية، هذا مسار العبودية. مسار العبودية انك انت تؤسر في تنقلك، تؤسر في إقامتك، تؤسر في عملك، وهكذا. الأصل في أنك أنت حر، وإذا ما كنت الآن آن الأوان أن أنشئ هذا الشيء. طيب خلنا نكمل، تكلمنا عن 3 مسائل في الحرية، حنكمل في بعد مسألتين.